هناك نوع من الشعر يستخدم اللغة العامية أو الدارجة في نظمه، ويتميز بقدرته على توثيق الأحداث والقصص الشعبية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. يدعى هذا الشعر الشعر الشعبي الملحون الجزائري. لكن لماذا أطلقت عليه هذه التسمية؟ وماذا يميزه عن باقي أنواع الشعر؟ قلبي شوق للمراسم والمنزل، وبطني طيف وما يفارق لي بالي. سيدي خالد ويكت ليها نوصلو من وحشتها راه ما تكيثر حالي. في القرن السادس عشر بزغ نجم الشعر الملحون في عدة مناطق من الجزائر، فكان يعد وسيلة للتعبير عن الهوية الثقافية الجزائرية. وسبب تسميته بالشعر الملحون يعود لكلمة لحن والتي تعني الغناء. يشير هذا المصطلح إلى الشعر الذي ينظم بلغة عامية ليكون قابل للغناء أو التلحين. يعد هذا النوع من الشعر وسيلة فعالة للتواصل ونقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل، حيث يتسم بالسهولة في التلقي والتفاعل من قبل الجماهير. يتميز الشعر الملحون بلغة دارجة قريبة من قلوب الناس، تتناغم مع ألحان موسيقية وتعبر عن كل شعور وموقف من خلال تلاحم بين الكلمة والغناء. يتجسد التراث الشعبي الجزائري في أبهى صورة، يجعل كل قصيدة رحلة عبر الزمن والمكان.